اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم في محراب العقل. محمد محمود عبد النبي عبد السلام. قرار الكتاب. لان في يوم 28/8/2023 بدرجه مركز شرطه المبنى مع رصد الجيزه احرز سلاحين ناريين غير مشتتين بندقيه خرطوش وفرد خرطوش. بدون تطفيف احرز ذخائر عدد 39 طرقه خرطوش مما تستخدم على السلاح الناري محلي الثاني الصدر بدون ترخيص. النيابه. النيابه العامه تطلب تطبيق مواد الاتهام الوارده في عضو يا محمد. فين محمد؟ لو معاك سلاح ناري وذخيره لا انكر والدفاع الحاضر مع المتهم. احنا لينا بس طلبين يا ريس، عايزين طلبين. اول طلب فيهم ضم دفتر احوال المركز عن يوم 29/28/8 ودفتر ماموريات المركز عن ذات اليومين. طيب يوم كم؟ 28/29/8 28/29/8 وحضور شاهد الاثبات ابراهيم عبد الظاهر زائد شهود النفي رئيس الجمهوريه هيكونوا حاضرين الجلسه الجايه. هيفيدوك في ايه بقى؟ اول حاجه دفتر الاحوال قد هيفيدك في ايه؟ انا عندي دفترين بالظبط. هيفيدوك في ايه؟ الضابط مجري التحريات ونفذ الاذن كان موجود على كمين ثابت، عايزين نثبت ان هو اللي قام بالاذن ولا مش هو اللي قام بالاذن، موجود بيه ولا لا؟ اثنين عايزه تثبتي ان هو اثبت الماموريه في دفتر الاحوال ولا ما اثبتهاش يعني؟ لا انا عايزه اثنين دفاتر يا ريس. دفتر الاحوال بتاع المركز العادي اللي هو الطبيعي ان هو اتحرك عشان يقبض على المتهم ودفتر ماموريات المركز. اعتبريه ما ثبتهاش. لا ما في دفتر تاني انا عايزاه، دفتر مركز السجن ماموريات المركز على اساس ان الضابط ده كان معين في خدمه ولا كان موجود في المركز يوميا. ماشي ثبت لها الطلب؟ ماشي اخر الجلسه.